السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنعمل رز بلبن وهنعمل مكرونة برضو في نفس الوقت، يعني هناكلهم حل إن شاء الله. بنغلي المية بتاعتنا يا جماعة في البويلر وبنحطها في حلة، تمام. وطبعا ما ننساش نعلي شغل النار عليها. طب انا كده عايز ايدين الاتنين، فايه نعمل ايه؟ نعمل كده اهو، تمام، حلو قوي كده. كفايه نستعمل قد ايه مكرونه. وطبعا بالنسبه لنا في عمل الرز بلبن زي ما قلنا، بنغسل شويه رز كده حوالي مثلا، يعني ايه، هتعمل كيلو اعمل حوالي 50 جرام مثلا، تمام. ونرمي الرز وايه نغطي عليه العين الصغيره بعد ما ناخد لنا كفه الميه كده، اهو يبقوا ايه، يبقوا معانا. طب الرجال اللي طبعا يا جماعه بقى سامحونا على اي حاجه ممكن تشوفوها حلو تضايقكم مثلا، يعني حلو يعني بص، بق الميه كده اهو بالوايه بقى وايه شغال. طالما احنا عرفنا مقاديرنا، عرفنا امتى نزود وامتى ايه، انت نقل شغل احترافي بيه، احترافي بيه اهو، احتراف نوطي عليه قوي بقى ايه، عشان ايه يهري مع نفسه كده اهو. خلاص ونقلبه كل فتره كده. رز باللبن بيجهز هنا والميه المغليه هنا اهو، تمام. هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين ايه يابا؟ هنا اهو عايزين المكرونه. معانا المكرونه، شكلنا نزود ميه تانية عشان الميه التانيه ما كانتش ايه، ما كانتش كفايه. ناخد معانا كيس المكرونه اللي احنا جايبينها دلوقتي، تمام. ادي الصلصه بتاعتنا، وادي كيس المكرونه، وادي الكيس التاني. جه لكم تاني بقى واحنا مظبط لي كيس المكرونه. ايوه نجي لكم تاني، احنا نجيب كيس المكرونه عشان انا لامس الشاشه. طبعا يا جماعه دي طبيعه الشغل الرجالي، وهنا احنا معانا كيس مكرونه وبنحطه في الميه. طبعا الميه مش مقضيه والكلام ده، بس هي هتتظبط يعني، ما تخافوش. كل حاجه يابا هتتظبط، تمام. كل حاجه يابا هتتظبط، مكرونه كل حاجه يابا ايه هتتظبط. تمام. يلا يابا، يلا 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 يلا، عشان اقول لك كل حاجه هتتظبط يابا، والصلاه على النبي. نغلي ميه كمان عشان بنزود ايه، بنزود ميه. يلا اهو، بص اهو اهو يابا، مفيش حاجة يابا. طبعا حط شوية ملح، حط بق زيت لو عايز، حلو عشان الايه، عشان ما تلزقش، حلو. ملح عشان تديها الطعم والكلام ده، حلو. اهم حاجة تقلب كل فترة عشان الدنيا تظبط معاك. وبرضه نقلب هنا بنفس المعلقه عادي، ولا لسه ما حطيناش ملح هنا عشان ايه، نقول تاني يومين، تمام. حلو. رزنا برضه زي ما هو، بتتهيألي ميه كتير بس مش مشكله، كده كده يعني ايه، ده رز ولبن يعني، هنظبطه الاداء في النشا برضه يمسكه، تمام. وهكذا بنضيف الملح كده اهو، ايه ضفنا الملح، زودنا الكميه شويه، وبنغلي الميه كمان عشان نحطها. مهما زادت الميه وانت بتسلق مالكش دعوه، كده كده زيادة المية دي، بس أهم حاجة ما تقللش المية زي ما أنا مقلل كده عشان ما تعجنش منك، خليك ناصح برضه، تمام. فإيه مهما زدت المية مش مشكلة، تمام. نيجي بقى لأهم حاجة، التخديعة. إيه هي التخديعة بقى؟ مكرونة دي تعملها ببصل ولا من غير؟ هتعملها ببصل، تبشر بصلة أو تقطع بصلة صغير، تحط عليها إيه، ملح فلفل، تمام، تحط عليها صلصة ممكن تقطع قطاية، تمام، وتحطها عليها. مكانش تعمل ايه بقى؟ تمام، تعمل صلصة عليها ملح عليها فلفل وتدوقها، تكون ايه ملح مملحة شوية، تمام. بتقوم ايه حاطط عليها ايه، حاطط عليها على النار لحد ما تتسبك، وهنقول لكم ازاي تسبكوا ايه الصلصة بتاعت المكرونة. اوكي يا رجالتنا، اوكي. ده طبعا زي ما هو كان المفروض ان دي معلقة تانية، بس طبيخ رجالي بقى، طبيخ رجالي. طب لحد ما ده يستوي، مش عايز يستوي دي، بنعلي عليه النار شوية يابا، منها المية تتبخر شوية ومنها الدنيا حلوة. النهارده بقى جايبين معانا كيلو لبن طبيعي، جايبين معانا كيس نيدو، هيعمل ايه عشان نزود الكثافه ونزود النشا، عشان كل مره تطلع سايس، مع احترامي ليا بني ادم، تمام. وادي جبنا قلب الصلصه اهي، وشويه اندومي عشان ايه يفيدنا بعد كده في اي حوار، قشطه. تابعونا، زودنا الميه اهي لازم، وبرده ايه نقلب، بص نقلب عشان ايه، نقلب عشان ايه ما تعجنش منك، حلو. بس عامل زي الشوربه كده اهو، حلو. ما تعجنش منك يعني، لو انا سبتها على الوضع اللي انا فيه كانت هتعجن، هتعجن وتلزق تعمل زي العجين،
كلام اللحنة كده ظبطنا كده. ايه ملح برضو بالواية وانت يعني نص معلقة كفاية او لا نص معلقة كبيرة كفاية او ربع معلقة كبيرة نص معلقة صغيرة ماشي عشان كمية كبيرة ما شاء الله يعني عاملين حوالي كيلو مصر. تمام والهنا والشفا اللي ياكل اهو. بص اشتغل يابا دي مكرونة طويلة تاني بتتقلب عادي بس دي عشان ايه عشان ايه ما تفرولش مع بعضها. طبعا المفروض نجيب معلقة تاني غير دي ولكن احنا طبيخ رجالي انا معلي هنا برضه عشان ايه الدنيا تستوي. يابا خلاص احنا محترفين يابا بقى ان شاء الله قشطه. معلي شويه هنا اهو انت برضه ايه شغال. المفروض بقى ان احنا نصفي دي ونحط عليها مش عارف ايه ونعمل مش عارف ايه كده احنا نصفيها بلدي تمام وهنحط ايه وهنعمل التخديع في حته ثانيه خالص عشان يبقى كله ايه كله على كله لما تشوفوا لا مؤاخذه كله اهو. بص هنجيب بصلايه الطماطمايه دي نقطعها صغار قوي ونجيب البصلايه دي نبشرها تمام عشان نعمل التخديع على شويه الصلصه شويه زيت في الاول زيت هتحط فيه دي بصلايه لحد ما تدبل مش تتشوح تبقى زي بتاعه الكشري. بعد كده تنزل عليها بالطماطمايه بعد كده الصلصه ملح فلفل اسود مطحون تمام. كل ده كل سنه وانت طيب زود الست سنه يظبط معاك احلى تسبيكه وتستنى لما تبقبق وتغطي عليها عشان منها فيها تهري تمام وتحطها فوق المكرونه بعد ما تصفيها من الميه كده انت عملت مكرونه تاكل معاك كوكي بقى تاكل معاها لحمه مفرومه تجيب لك همبرجر تاكل اي حاجه انا عملت لك مكرونه ورز بلبن على النار. يلا اشتغل يا ابني كده احنا بشرنا البصل او عيون بقى ودموع كده عملنا ايه بتاعنا لقطه شغل الشفاط عشان لا مؤاخذه الدنيا تظبط. افتح بقى اي حاجه مغلقه افتح شبابيك كلها. المكرونه ابتدت تظبط اهي اتسلقت ابتدينا نحط ايه بقى المكونات بتاعتنا تابعونا برضو. حطينا زيت ونستنى لما نقلح ونهدي النار شويه على ايه على المكرونه والرز باللبن ندوق رزايه كده لو ما استواش بميته كده اهو توطي عليه او تستنى لحد ما يستوي. احنا عايزين ايه عارف انت بتوع الشقه دي لا لسه ما جاش او مش عارف كده لا لسه تمام هتبتدي تمام عشان نطش الايه اهو سمان ادي نطش بقى الايه البصلايه نظبط الدنيا تمام وايه ملح وفلفل وكده وايه ونظبط الاداء قشطه. يلا رجاله اول ما رمينا البصلايه وطشت تمام بقى كل شيء محرم ان احنا نستعمل ليه الرز باللبن خلاص كده شكرا. كانت ميه على ميه يابا دلوقتي ما بقتش ميه على ميه بس انا عن النبي عشان ما نلبسش في الحيطان. تدبل بس البصله تدبل ما تبقاش عامله زي بتاعه الكشري لا تدبل بس تدبل. حط عليها ايه شويه ملح شويه فلفل اسمر ما تعملش الحركه دي في معلقه خشب عشان ما تتحرقش منك زي ما المحروقه اهي خدت بالك انت ما انت بتعمل مالكش فيه بقى مالكش فيه. هتقول لي بالوايه بقول لك بالوايه عشان انا بدوقها وانا حريف ايه اقول لك يعني معلقه نص معلقه صغيره تمام. الملح بس الملح مقدور عليه اللي زودت ملح مش هتعرف تاكل ليله الملح هتزود ملح كده كده دي الطش دي اللي هتحدق لك دي يعني فكك من الملح اللي احنا حطيناه دلوقتي على الميه كل ده هينزل انما دي لو تظبط لك الدنيا كلها هتدق بعد كده بس مش دلوقتي تمام. حط شويه بقى فلفل اسود يظبطوا ايه الاداء اهو يا معلمي فلفل اسود اهو حبه حلوين ما تستخسرش فيهم انا بحبه كده يظبط لك الاداء امين امين تمام. ونقلب بقى جميل ابتدت تدبل ابتدت تدبل هي مش تدبل ليه يعني ابتدت تدبل تقول لي هنعمل ايه بعد كده اقول لك ايه نبتدي نحط الطماطم عليها اللي احنا مقطعينها اهي يا عم الطماطم اللي مقطعينها جميل حلو كده اهو حلو كده اهو تمام تخليها تشويحه مع الايه مع البصل جميل. فص ثوم ماشي فص ثوم ماشي مش عايز تحط ثوم ما تحطش ثوم انت وذوقك برضو يعني ايه في المتاح امين. دي بقى هنا بقى بص بقى اقلب برضو اقلب ما يغرقش يا شوف شربت الميه ازاي شربت الميه وبقت ايه بقت تمام بس نشيل منها الميه نحط لها الايه الحاجه بتاعتنا انا برضو ايه قافل عليها بس برضو اتاكد من حين اخر يابا عشان ما ناخدش على قفايا دي العشوه بتاعتنا امين يابا والغدا بتاعنا متاخر. هتقولي هتفضل تقلب لحد امتى اقول لك شويه كده اهو يابا لحد ما ايه ما كله يدبل في بعضه انا معلي شويه هنحط بقى الصلصه والميه سخنين من البويلر لما نظبط الدنيا. هتقول لي ليه اقول لك ام بلي لا هقول لك انا ليه بقى اقول لك عشان بعد كده نكتم عليها وتتقلف في بعضها حلو وتعمل لك ايه التخديع دي اسمها التخديع. التخديعة دي بقى من غير بقى ايه القطه دي تعمل لك تخديع الباميه خدت بالك تخديع فاصوليا تخديع لوبيا هي كلها تخديعات واحده تزود التسبيكه شويه سبكت معاك تملاها ميه وترمي فيها الفاصوليا اللي انت تكون ناقعها
طب الباميه، جيب الباميه بقى الزيرو والحاجات المتقطعه مش هنفضل لبن قمع، احنا مش حريم لا مؤاخذه، فهمتني؟ او حبيت مع يا سيدنا لا مؤاخذه، قشطه يا ابونا، قشطه يا عمنا، تمام. وتقوم مظبط دنيتك، تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر، وتظبط ادائك يعني من غير القطه دي او بالقطه دي حتى. وهتزود لك معلقتين ثلاثه اربعه صلصه، خدت بالك؟ تملى شفشق ميه مغليه وترمي فيها لوبيا تخديعه، فاصوليا تخديعه، باميه تخديعه، خدت بالك؟ فاصوليا بيضاء تخديعه، قشطه. بس كل الكلام ده بيتنقع ما عدا الباميه طبعا، تتنقع من بالليل للصبح، خدت بالك؟ على اساس ايه؟ تنفش وتزنهر وتملى ايه؟ وتملى حاجات زي ما بص 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 يابا، بص بص شربت ميتها، وايه؟ شربت ميتها، تمام؟ احنا هنصفيها عشان ايه؟ نحط فوقيها الحوار بتاعنا يا جماعة، عشان تبقى ايه؟ زي بتاعت المحلات كده، جوسي جوسي جوسي، زي بتاعت البيت ناشفه المكرونه. امين يا اسطى، امين يابا. كده نحط ايه؟ نحط الصلصه، معلقتين ثلاثه بقى اربعه كبار براحتك بقى، حلو؟ وشغال يا وحش، شغال يا قلب الوحش. هنا انا اتحطيت اربع معالق صلصه عشان ايه؟ ما شاء الله الكميه حلوه، تمام؟ فايه؟ اظبط الاداء، تمام؟ طبعا الزيت ايه؟ ترم كتره سنه على اساس ايه؟ يديك يابا ايه؟ يديك يبقى زيت متكرمل او متطمطم، يعني معمول مع الايه؟ مع الايه يا قلب الوحش؟ مع الحوض ده عايز يتقلب. معلقه خشب ثانيه لا مؤاخذه، معلقه خشب ثانيه يا باشر. حلو، عشان ايه الرز بلبن يابا؟ اهو ما شوف ترقين فيش ازاي يا اسطى؟ عشان ينزل عليه باللبن. نجيب لبن بقى من تحت من فوق دقه. يعني لسه عليه شويه. تمام؟ قشطه يا اسطى، قشطه يا عمنا. تمام؟ اللبن بقى ما تغلوش، تشيل القشره وتعمل الشغل ده. اللبن تحط عليه كده من ابوه قبل ما تغليه، هو هيغلي مع الرز واللبن، واللبن وهيبقى نقي وتغهر كل حاجه. جميل اهو. حلو. شفت الكراميلايه دي؟ اهو انا غالي ميه عشان ايه؟ بطمطم عليها يلا. عايزه ايه؟ يهدى عليها شويه. تمام؟ تتغطى. حلو، عشان ايه ما تبردش؟ لا يا حبيبي، عشان البخار اللي طالع ده يكبس جواها ويعمل لك الايه؟ يعمل لك التخديع الصح. المفروض ايه؟ بق ميه، بس احنا هنسيبها تهري كده شويه، اي حاجه بقى كان في خضار قديمه كده شغال. جميل يا وحش، جميل يا قلب الوحش. ما تنساش عمنا ده اللي عمال يشرب في ميته، بص عمال يشرب في ميته، ودي حركه حلوه بصراحه، يعني لقيتها حلوه بصراحه ومش مجربها. بص عمال يشرب في ميته، يعني نازل منه ميه صغيره قوي. ليه بقى؟ هتبقى جوسي معاك وهتشرب التغذيه ودنيتك هتبقى لوز اللوز يابا. امين يا اسطى، امين 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 يا وحش، امين يا قلب الوحش. ودي هنا وطيت عليها العين يابا، دي العين دي واطيه ودي مقفوله، تمام؟ ونهدى عليها شويه، حلو؟ لحد ما ايه؟ ما تتخدق، تقعد قد ايه؟ 10 دقائق. حلو، خمس دقائق، سبع دقائق، كل شويه شقر عليها، نسيت عنها تتحرق وتلطم، امين؟ ممكن نزودها شويه فلفل اسود رغم الكميه الكبيره اللي حطيناها، بس انت وشوقك ومزاجك. حلو؟ تحب الحاجه سبايس والحاجه حلوه؟ سنتين شطه كده ودلعني بقى. دي المره قلنا يا جماعه نعمل شويه شوربه، فنزلنا ايه بقى؟ نزلنا غسلنا البتاع الصغيره دي، تمام؟ وقلنا نعمل ايه؟ لا مؤاخذه، وقلنا بقى نعمل عليها ايه؟ ارمي الميه كده وصفيها، تمام؟ ونعمل عليها ايه؟ شوربه حسام عصفور. امين امين يا وحش، امين يا قلب الوحش. ايه يا حبيبي ما تطلعش لي؟ الله ليه كده يا قلب الوحش؟ نشوف ايه حكايه الوحش ده. اهو تسخن بقى النار، تسخن، تحط زيت على الحله، خدت بال حضرتك؟ وت ايه دي طبعا ايه بتتسبك اهي، ولسه مديها بق الميه، تمام؟ لما ان احنا نقلب. من دي لدي عادي، ودي كانت هنا عادي برضه، بس عشان ايه يا قلبي؟ ايه يا قلبي الوحش، كل ما تتسبك اكتر وتتكبس امين. حلو، هنحط ايه يابا؟ هنحط زيت، هنحط شويه زيت، جميل، ونحط عليها ايه؟ لسان عصفور شويه الاول، وبعد كده ايه؟ نحمصهم. جميل اهو، بص قد ايه، ها ها اها، حلو حلو. بص بقى يا سيدنا طريقه المحلات والاحتراف، هتقول لي اقول لك احلى من المحلات والله. شويه لسان عصفور نص الكميه اللي احنا هنحطهم عليهم، ما تكترش قوي، هيبقى عامل زي المكرونه، ما تكترش قوي يعني. بص دول حلوين اهو، وهنزود عليهم ايه؟ ربعهم بعد كده. جميل جميل. قلت له هنعمل ايه تاني يا معلم؟ هقول لك قلب يابا، قلبي 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 قلبي. حلو حلو يابا، وسخن ميه في البرة عشان هم برضه. دي بتاعت دي بتاعت دي اهي. ولكن ما تحطهاش فين يابا؟ لكن ما تحطهاش على الرز بلبن لا مؤاخذة، عشان ما تزعلش ونجيب ناس تزعل معانا. قشطه يابا، قشطه. طب هتقول لي بعد ما نقلب، اقول لك نحط معلقه فلفل اسود، مع نص معلقه فلفل اسود، نص ملح او معلقه ملح صغيره قوي، او معلقه ممسوحه ملح، تمام؟ قلب يابا كويس عشان ايه؟ ياخد لون.
جميل. او الكرتاشه دي وبعد كده هنعمل ايه؟ ونحط عليها معلقه صلصه كده ولا حاجه، فلفل اسود ملح، بعد كده بقه ميه بعد ما ايه ده يتحمص. هنعمل ميه بعد كده، وبعد كده نقوم رامين بعد شوب الميه الكبير اللي هنحطه، الميه المغليه عشان ننجز، نحط عليها ايه يا اسطى؟ نحط عليها ربع الكميه او نص الكميه بتاعت لسان عصفور، بس ما تكترش عشان ما ينفش منه. قشطه قشطه. اهي بص يابا، ملح، حطينا معلقتين صلصه، المفروض معلقه صلصه صغيره، حطيت ثلاث معالق صلصه عشان احب الصلصه بصراحه. تمام. وايه مع نص معلقه فلفل اسود وشويه ايه، وقلب قلب 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 وشويه ايه يابا، وشويه فلفل اسود وشويه ملح. الملح ده اختياري، ممكن ما تحطش الملح، لو انت مبتدئ تحط الاول وبعد كده تدوق بعد كده. امين امين. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان تبقى الدنيا لوز اللوز. اهو بص، عشان اللون بقى ياخد ايه، ياخد الزيت يابا، الزيت ياخد لون الايه. لا لا لا، انا دول حاجه، دول ما تخافش ما تخافش. قشطه قشطه قشطه. اهي الميه في البوره وهي مغليه، وتتحط عليه بصل، تتحط يابا الحاج، اوعى تكتر الايه، لسان العصفور. طب يا حبيبي تقول لك انا لسه عامل لك شوربه، انا مش عارف ايه، انا ايه الهري اللي احنا فيه ده يا رجاله؟ لا يابا، هنعمل لنفسنا يابا كل حاجه بالصلاه على النبي. ليه بقى؟ الشوربه اللي بتعمل ايه؟ شوربه فرخ، بس اللي بتبقى زفره بصراحه مش عارف ليه، هي ما شوربه حمام الله عليها، هي ما شوربه لحمه طبعا، فبيبقى عندهم الشوربه، هتجيب لسان العصفور وتعمل القصه دي. انما لو انت عايز بقى تشرب شوربه ميه لا مؤاخذه، دي اسمها شوربه ميه يابا. فهمت حاجه يا اسطى؟ ده طبعا يتقل كويس جدا ده، عشان ما يعجنش ما يعجنش. المفروض كنا نصفيه من الميه على فكره، نحطه على ميه ساقعه والهري ده والكلام ده. فكك انت من الحواديت، الله على الريحه، ما شاء الله الله اكبر، ما شاء الله الله اكبر. طبعا نتاكد ان هي ايه متفرفته، المفروض كانت تتحمص لها سنه صغيره، بس بقى يلا يابا اهي. بص معموله ايه، تراوه. امين يا اسطى، امين يابا. تقول لك لقمه حلوه يابا، كبر دي يابا. ايه دي؟ اه في غضون التخدع، احنا كده بنخدع يابا، احنا كده يابا بنخدع، احنا كده في السلانكسي، في السلانتو ايه. كنت زمان احط عليها ميه والله وغطيها، بس اكتشفت لا دي احلى. قشطه يابا، قشطه قشطه يا عمو قشطه. وشايف دي بقى؟ ده عشان الحماص مش هيكبر شويه، هتكبر سنه صغير. انما العادي بقى نحطها. اه ده في حاجات مكلكعه، نفضل بقى ايه، المفروض كنا نفرفطها مع ايه، مع الزيت الاول، تاخد لون الاول كده. الصلصه احنا استعجلنا شويه، بس بنجرب يابا. وشغال شغال يا وحش، شغال يا قلب الوحش. نجيب بقى ايه شويه لسان العصفور بتاعنا الباقي، حلو. حط انا شويه ايه، المفروض تعاير عشان ما تحطش بالوايم وتلاقي نفسك في التراب كده. كفايه قوي، عايزين شوربه مش عايزين لسان عصفور. تمام، يعني ما تكترش قوي عشان ما هينفش منك، وهتلاقي نفسك عجين عجين. عارف العجين؟ عارف العجين اللي بيتاخد؟ اه عجين يابا، كانك بتعمل مكرونه. ربنا ايه، ربنا الله. انت عارف انا العرض دي بتاعتي، دي بتاعت اسمه ايه ده، راح اغسلها دلوقتي عشان اعمل بيها رز بلبن. جميل يابا، هو حبه صغيرين قوي، وسيبها تهري وتنكت مع نفسها كده. انت عملت شوربه تستوي، تدوق، طلعت كل شويه تدوق حته، ها ظبطت خلاص. انت عملت كده شوربه كده، اول حاجه خلصت. وكده تاني حاجه ايه، شغالين عليها تخديع اهي برده، نستنى عليها شويه مش عيب. المكرونه خلصت دي، وده حلاوتهم ده. تمام، نجيب له ايه، نغسل المعلقه ونقلبه تقليبه وندوقه. يلا بقى، الشوربه شغاله على النار ما شاء الله، والتخديع شغاله، ودي بتظبط حالها في نفسها. وهنا احنا دوقنا الرز بصراحه، لقينا ايه ما شاء الله، ظبط الاداء. كان المفروض في سنه ميه صغيره، بس هو ايه خلاص استوى. نحط عليه كيلو اللبن، ده الرز كده بالويم، بس ما يكونش كتير قوي، يعني يكون على قد ايه، ربع كوبايه مثلا. تمام، ما تكترش عشان هو بينفش. تمام، حطينا في ايه كوبايه ميه كده، او كوبايه ونص ميه، ما كانش اقل عليه. تمام، وقلب قلب قلب على النار صغير. هو كده سوى رز مسلوق وحلو، ما حدشوش ولا ملح ولا سكر دلوقتي ولا اي حاجه. هنعمل ايه بقى؟ انا جايبين دلوقتي اللبن حاطينه عليه، وانا جايب كيس نيدو كده، قلت اجرب ارميه فيه كمان عشان ازود غلظه. تمام، ونجهز النشا ونحط، ونزود ايه نص كوبايه سكر ونرميها وندوق. عجبنا عجبنا عجبنا، نزود سنه. قشطه، بعد كده تحط النشا عليه كده، انت عملت رز بلبن. قشطه، وادي التخديع اهي شغاله يابا معانا، صباح الخير بالليل. قشطه، شغال شغال يا قلب الوحش. كده انا حطيت اللبن يا جماعه، كيلو اللبن، واحط عليه ايه، انا كنت حاطط واحده فانيليا قبل كده، احط اتنين فانيليا، ونحط بق صغير ميه ورد، ما تكترش عشان ما يبقاش ريحته ميه ورد قوي. تمام، ونجيب السكر بتاعنا ونحطه. تمام، برضه عشان ايه، طبعا انت واحده واحده عشان التصوير برضه، ما حدش بيصور معاها يابا، انما ايه عشان ما يتوقعش منك وتبقى حصه وليصه. قشطه يا اسطى، قشطه قشطه يا عمو، قشطه قشطه يابا قشطه. نجيب السكر ون ايه ونحطه ونقعد نقلب. قشطه، ادي السكر بتاعه، ادي يابا ايه، قلب يابا، قلب قلب قلب. بعد كده نجيب ايه شويه نشا كده حلوين، ربع كوبايه ولا حاجه، ونذوبهم في ميه ونقلب ونرميهم بعد ما كله ايه يغلي، اول ما يبتدي يغلي. قشطه قشطه معلم، صباح العسل.
تمام يا جماعه جهزنا السكر اهو عشان نحطه. تمام ادي السكر اهو. هتقول لي قد ايه؟ هقول لك يعني نسبه تلتين مثلا الرز او الكلام ده، يعني سكوبات سكر وكده. ادي اللبن الجاف عشان يزود القوام اهو، جبناه ونحطه برده عشان ايه يظبط معانا الدنيا. بنجرب برده، بنجرب. المفروض يضاف كوبايه ماي نسيت والله، بس ما علينا بنجرب. يابا قلبي 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 ايه قلبي. تمام يابا كده كده منتظر اللبن يغلي يعني. كله مع بعضه بقى، كله ده كله. طبعا عايز اقول لكم برده ان احنا ايه زودنا التخديع ميه. تمام على اساس ايه؟ زودنا الشوربه ميه برده. تمام وايه كانت ميه برده عشان الميه بالبر خلصت. تمام يصحصح ميه سخنه عشان يبقى كله مع بعضه وينجز لك الاداء. بص كله تهرس ازاي اهو، ما تزودش لحد الاخر وما تعملش بتاع شفشه. لا ده انت بتعمل حز صغير كده يا دوب عشان كل ده هيظبط كل الكميه دي ما شاء الله. تمام فانت برده ايه اظبط ادائك. طبعا لا مانع ان انت تدوق بقى تعرف ايه ملحك من سكرك. عايز عايز ملح عشان شوربه ميه بتملح ميه بس عشان ما يبقاش مالح. الملح ده لسه ما استواش. تمام بس احنا كده عايزين ملح هنا وهنا ندوق. هنا برضو عايزين شويه ملح. تمام طبعا بالخبره بقى، المفروض انت بتعال كل شويه بس بالخبره ايه، بس ما تقلش عشان ما تزعلش. يعني نص ساعه تغدي تبقى ملح شويه عشان تنزل كميه كبيره. تمام بس برضو دوق شويه شويه عشان ما ايه ما تزعلش. امين يابا. قلب سر اي حاجه في الدنيا التقليب، اي حاجه في الدنيا قلبها. بس اوعى تجيب ده على ده. اه زمانها عدى وفات ولا 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 اه. طبعا لو انت بتاكل لوحدك اعمل القصه دي، دوق من كل حاجه بمعلقتك. لكن لو كده انت بتعمل معلقه للتيست وتغسلها عشان ايه لو معاك ناس بتاكل عشان عشان ما تقرفش مثلا. قشطه اه دي كده اعتبر ظبطت. والشوربه كمان ظبطت، كانت هتبقى مالحه قوي بصراحه. حته الويم دي بصراحه بتضايقني انا برضه، يعني ساعات باخد على قفايا منها، لكن دي حاجه مش مشكله بتظبط الاداء برضه. ما شاء الله تستوين فيها كل ده. احنا بنخدع برضه خلي بالك. اه ايه ايه الدنيا. استني بقى لما يغلي والله. الاتنين فانيليا عملوا شغل حلو قوي والله حقيقي، يعني الاتنين فانيليا عملوا شغل حلو قوي 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 بصراحه. يعني اه جميل والله. عايز الايس كريم. ماشي يا جماعه نشوف كده ايه نعمل ايه تاني. احنا دلوقتي يا جماعه طبعا ممنوع تحط المعالق على الخشب عشان ما يتحرقش، على الحلو عشان ما يتحرقش والكلام ده. تمام طبعا احنا عملنا ايه رجلتنا؟ صفينا الميه تمام من الحله بتاعت المكرونه. ازاي؟ تمسك بايديك الاثنين ودي تمسكها وتحاول تنزل منها الميه. تمام بس عندك توازن عشان ما يقعش. لما تجيب المصفه تسقط فيها المكرونه، شكرا لهذا الاساس. سقط فيها ايه؟ سقط فيها المكرونه كده ان شاء الله. رز بلبن، شوربه مكرونه، وتخديها بتاعتها. وطبعا بقى معاها اي حاجه بقى، كوكي تقليه في الزيت تحطه في الاير فراير، تحطه في الفرن. تمام يا اما تجيب معاك لحمه مفرومه تحطها معاك، يا اما سوسيس، يا اما برجر، اي حاجه كمان. حاجه تقضي غرض. تمام وادي معاك ايه بقى، قلب. طبعا شلنا الميه كلها، زحلقناها بقت جوسي قوي بقت ايه. طبعا في سن التعجين صغير قوي عشان ايه شايف دي اللي بقول لك عليها بقى، دي غلطه مني انا يعني. شفت المكرونه طويله ايه، بس الحمد لله ان هي جايه واحده بس، نحاول نفتتها برده عشان ايه ما تعقدناش الدنيا كلها. طبعا التخديع كده خلاص ظبطت، نحط كده التخديع هنا على هنا. تمام ونقلب ونشوف منيتنا ماشيه ازاي. حط هنا كمية التخديع بس شبنا ربع صغير. هتقول لي ليه؟ هقول لك انا هقول لك. عشان لما تقعد تقلب تقلب تقلب. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. هي خلي بالك هي جوسي فالدنيا حلوة. ممكن تقوم واخدك على كل طبق تخديع معلقتين يظبط برضه معاك الدنيا. ما لونتش معاك تقوم مكمل من فوق بحيث ايه الدنيا تلون معاك. آه لقيت المكرونة كتير اصلا بتاخد كمية مكرونة على جنب حلو، والباقي بتبقى ايه كده. فانا اقول لك ايه، لا انت تقعد تقلب خلي بالك هي جوسي. هي ما شاء الله جوسي. يعني انا اتاخرت بصراحه ان انا انزل منها الميه بس شربتها.
بس كان لازم تقليبه صفة مستمرة وايه فهمتني. فايه يعني طبعا الشوربة هاري نفسها ورا هنقفل عليها برضو. تمام نحط بقى بقية الحاجة. الزيت اللي بيعمل كده الزيت باش. وطبعا لا مانع ان احنا كل ده على النار على فكرة كل ده هي على النار جميل. فايه ايه ايه يا عم دنيتك ماشية ازاي يا عم ما شاء الله الله اكبر الريحة والشغل والكلام ده لوز اللوز. ايه يا عم ده حكايتك حكاية حكايتك الحكاية دي جميل. ادي مكرونة زي الفل حلو. طبعا معتلي المستمر كل ده ايه يظبط معاك معاك يا باشا احلى مكرونه بالصلصه. تمام مع احلى شوربه وبالهناء والشفاء. طبعا الرز باللبن بقى ايه طبعا ده هن يعني ايه قفل على الدنيا كده اهو تمام. الرز باللبن بقى نقعد نقلب فيه بقى واللبن بيغلي عشان يطلع كل الحاجات والكلام ده. خدت بقى لحضرتك يا فندم ونظبط له ايه ونظبط له الدنيا بتاعته قشطه. طبعا بعد كده نحط النشا نقلب النشا ونقوم حاطينه ايه عليه يجمد. تمام بعد كده ايه نوطي عليه كده هو اللبن اصلا بيغلي يعتبر الدنيا يظبط. نحط بقى بق الموارد مش عارف اقول لك انا بنحطينه فين ندور عليه بصراحه ندور على الموارد نظبط النشا ونجيلكم تاني. نجيب النشا يا جماعه بقى دي دول كده اهو. تمام ربع كوبايه مثلا نجيب عليه شويه ميه ونحطهم ونبتدي نحل. هتقولي بنحط النشا ليه؟ هقول لك عشان تغسل الرز والرز مش كتير زي ما احنا قلنا. حلو يعني قلنا على كيلو ونص لبن بتحط كام؟ بتحط حوالي 50 جرام تمام او 70 جرام. تمام فانت مش هتلاقي نشا جوه الرز وغسلت الرز وحطيته وسويته في الاول. تمام فمش هتلاقي ايه فمش هتلاقي معاك هتلاقيه صايص. فاحنا بنحله يعني ما بنحلوش احنا بنجمده 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 من النشا. تمام عشان الرز باللبن بتاعك يبقى جامد وتاكله ما يبقاش انت بتعمل رز هيبقى عامل زي الميه. تمام سيبك من البرتقانه دي استنى نظر ستوري جميل. تفضل تقلب لحد ما يبتدي يجمد معاك. اول ما يبتدي يجمد تحطه على النار وهكذا وتقلب وتقلب وتقلب. طبعا اهم حاجه لا تنسى التقليب المستمر على ايه كده اللبن ايه بيغلي وجواه ايه اللبن عشان الرز برضو ايه وصل زي نفش زي ما شاء الله. والريحه طبعا حطيت ايه اتنين فانيليا مش عايز اقول لك حطيت اتنين فانيليا كمان وحطيت بق ميه ورد معلش ما لحقتش اصور بقى بق ميه ورد وانا بحط جميل. على فكره اختياري بس الفانيليا مش اختياري لازم تحط فانيليا ميه ورد اختياري بس والله بتديك ايه طعم بس ما تزودش لو زودت هتقول لك بتشرب ميه زهر فهمتني. اه يعني هي يعني معلقه كبيره كده قشطه. وطبعا ده نبتدي ايه حلو تبتدي تقلب لحد ما يجمد معاك. اول ما يبتدي يجمد تقوم حاطه عليه كده انت بتحله حطه على النار وايه بتقلب لحد ما القوام يبتدي يغلظ جميل. حسيت ان الكميه مش حلوه معاك تقوم زود ايه زود كميه تانيه طبعا عشان انا ايه بصور بايد وبعمل بايد. دي نشا كلها نشا ايه نشا رز والكلام ده جايبها من عند العطار من عند السوبر ماركت. تمام هنا احنا جايبين كوكس كارب 12 جنيه ولا ايه قشطة نشا ضرة غذائية. خلي بالك النشا ده متكترش منه عشان ما ايه ما يعملكش ده بنحل هنا اهو ونحطه ونظبط الدنيا. طبعا مش عايز اقول لحضرتك التقليب وسر التقليب احنا حاطين النشا دلوقتي اللي احنا حليناه بالمية ونقعد نقلب لحد ما القوام يغلظ لحد ما يبقى عندك قوام مش ميه قوام يبتدي يبقى غليظ ما بين الغلظان وما بين الايه الحاجات وتحطها وتصب في الكوبايات زي ما وضحنا قبل كده. وبالهنا والشفا كده انا عملت لك ايه عملت لك رز بلبن تحلي بيه عملت لك شوربه عملت لك مكرونه حلو ممكن تزود الصلصه شويه بس هي كده حلوه بحبها كده اهو هي كده بحبها احلى من كده. تمام شويه لحم مفروم تحطهم فين على نار هاديه كده عشان يفكوا عشان نسينا نحطهم هم يفكوا وكده. احب اقول لك بالهناء والشفاء والسرور وقلبي قلبي قلبي